اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في اخر فقره من فقرات صباحنا مصر، الفقره الرياضيه اللي بنتعود عليها كل يوم جمعه او تعودنا عليها كل يوم جمعه في نهايه الحلقه. بنفتح نافذه في هذه الفقره على اهم الاحداث الرياضيه خلال الاسبوع، وبيشرفنا في هذه الحلقه كابتن نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. صباح الخير. عندنا اكثر من حدث هذا الاسبوع كابتن نصر، عندنا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه وغيرها. خلينا نبدا مع الاهلي ولقائه المهم بكره مع فيتا كلوب في ثالث جولات دور المجموعات، شايفه ازاي؟ يعني ربنا يسهل، فرصه الاهلي احسن طبعا يتغلب هناك الماتش، بس سهل ان هو يعوض يبقى برضه متصدر المجموعه برضه. فما فيش مشكله يعني. هل انت مع التعديلات اللي بيدرس اجراءها موسيماني؟ انا ما اعرفش التفاصيل بالظبط، بس هو بس التفاصيل بتاعه من ضمن التفاصيل دي عوده ايمن اشرف لمركز الظهير الايسر. دي طبعا ايمن اتقال يعني. ايمن برضو ما يعني قوه في النادي الاهلي، وبقاله فتره كان بيلعب ماتشات كتير في النادي الاهلي، فوجوده بيبقى حاجه مهمه بالنسبه له يعني. بالنسبه لفرقه التيم بتاع النادي الاهلي. لكن في غيابات البعض قال انها ممكن تاثر، زي غياب علي معلول مثلا. يعني انا ما اعتقدش يعني ان يبقى في النادي الاهلي في اي غياب ياثر، يعني عنده عدد من اللعيبه كتيره، وممكن ممكن ايمن اشرف برضه يلعب ناحيه الشمال، هو في مشكله ولا حاجه يعني. ما فيش مشاكل يعني في اي غياب، طالما اللعيبه موجوده كلها وكلها بتلعب بتادي في الدوري او في بطوله افريقيا. تمام. لا يعني هو كان البعض يتحدث عن انه الاهلي كان مستواه غير يعني جيد في لقاء طلائع الجيش الاخير، ف يعني مش ممكن ده ياثر على مستواه في الماتش. هي خلي بالك هي الماتشات بتختلف بعضها، يعني ممكن الزمالك يعني الماتش اللي فات ما هو تعادل مثلا الماتش او اتغلب مثلا، او يعني خد بالك ممكن الماتش اللي جاي تلاقيه يكسب يعني تعادل في بطوله الدوري العام مع فرقه وادي دجله اخر المجموعه، ممكن الماتش الجاي تلاقيه كسب بكره ان شاء الله في الترجي، وتلاقيها بتفرق. ففي الزمالك والاهلي ماتشات كتيرة بتفرق معاهم من ماتش لماتش يعني، لكن مستواهم طبعا مستواهم كويس بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك. فالأهلي ما يفرقش معاه أي غياب أي حاجة، حتى لو غياب في حجم علي معلول وكهربا مثلا. كهربا ما كانش بيلعب كتير، هو علي بس اللي كان يعني مستمر في اللعب بتاعه، لكن كهربا ما كانش مستمر، كان بيلعب شوية ويقعد شوية ويلعب شوية وبعدين عنده مشكلة. انا سمعت عنده مشكله في النادي الاهلي، في غرامه 200,000 جنيه وقعت عليه بالفعل، يعني المفروض اقل واجب. الحقيقة صحيح يعني بجد، برغم ان كهربا انا من اللعيبه اللي انا كنت بحبهم قوي. طب تقول له ايه يا كابتن بالمناسبه دي يعني؟ ما اقولهوش، انا اقول للنادي الاهلي بجد كويس ان هو خده من نادي الزمالك بالطريقه دي بعد ما عمل مشاكل في نادي الزمالك. فكنت يعني كنت ما كنتش اتوقع ان النادي الاهلي كان هيضمه لصفوفه، لكن هو ضمه وادي الناتج اهو ان هو عمل مشاكل في، رغم ان هو لعيب كويس لعيب مميز منتخب مصر، لكن المشاكل الكتيره في اللعيب برضه بتعمل قلق بالنسبه له بينه وبين النادي او بينه وبين جماهيره اللي بتحبه. فكنت اتمنى ان الكهرباء يستمر، وده الحال اللي حصل مع نادي الزمالك قبل ما يمشي يعني. طيب اعود للمجموعه الاولى اللي بتضم الاهلي وفيتا كلوب والمريخ السوداني، حضرتك شايف وضع الاهلي كويس في المجموعه دي؟ لسه قايل وضع تصدر المجموعه. الاهلي ممكن يبقى ياخد اول مجموعه، ما فيش خطوره من لا. سواء من المريخ او من لا هو المجموعه قليله يعني ضعيفه نسبيا عن مجموعه النادي الزمالك. مجموعه طيب نيجي للزمالك، هو عنده ماتش بكره مع الترجي، حضرتك برضو شايف المواجهه دي شكلها عامل ازاي؟ هتبقى مواجهه قويه، خاصه الترجي قبل كده مغلوب من الزمالك، فاتمنى الزمالك بكره، وممكن يختلف بكره الزمالك تلاقيه احسن، هيبقى برضو الفرقه هتبقى احسن، ممكن تلعب براحتها، الماتش هيبقى مفتوح، اتمنى ان احنا نكسب بكره، او اذا ما كسبناش ما نتغلبش نتعادل. بس على اساس ان ممكن يبقى في فرصه او فرصتين تاني ان انت تبقى اول مجموعه ان شاء الله. هو الزمالك تالت. تالت بس لسه والترجي هو المتصدر. متصدر. فرق كام؟ مفيش. فرق 3 نقط. اربع نقاط. او اربع نقاط. تقريبا. قريبين.
يعني في فرصه للزمالك ان هو في فرصه يعني الزمالك لو التعادل او كسب يبقى ليه فرصه كبيره ان هو ممكن يجي يكسب الماتشين اللي فاضلين. هتلاقيه متصدر المجموعه كمان، هم لسه هيلعبوا بعض. لكن اتمنى تبقى نتيجه ايجابيه، لا اما مكسب لا اما التعادل. اداء الزمالك يا كابتن نصر ممكن يتاثر ب بادائه في اخر ماتش مثلا مع وادي دجله اللي هو تعادل؟ ما انا قلت لك ولا ده اداء وده اداء، لعب الدولي حاجه ولعب المحلي حاجه، ده اداء وده اداء، واللاعب المصري عامه حسب حالته حقيقي. يعني ممكن بيأدي ماتش كويس وبيكسب، بيأدي مباراه كويس، تيجي للمباراه الثانيه تلاقيه اقل من المستوى ده. لكن الدافع ان انت عايز تلعب على البطوله، فاعتقد الماتش اللي في تونس اللي هو بكره ده هيبقى يختلف عن الماتش اللي احنا لعبناه في الدوري الاسبوع اللي فات. يعني اللعب الدولي حاجه واللعب المحلي بس هو نفس الفريق. مسؤوليه، انت بتلعب على بطوله كده دلوقتي، ماتشات قريبه، لكن الدوري يمكن عنده مجال تتغلب بتتعادل بتعوض، لكن ده بتلعب على بطوله. لازم تبقى اول او تاني المجموعه، فلازم تسعى، والماتشات اللي بتروح بتبقى صعبه. فعشان كده هتلاقي المباراه بكره النادي الزمالك مركز لها وعامل لها حاجات اكتر من مباراه الدوري العام. فعشان كده ربنا يسهل ان شاء الله ويوفقهم ربنا بكره. تمام. بعد رحيل مصطفى محمد وعمر سعيد حصل يعني في ملحوظه، البعض قال انه الزمالك عنده ما يشبه بعقم تهديفي. حضرتك متفق مع ده ولا مختلف؟ لا طبعا طبعا، مصطفى كان قوه ضربه طبعا، وعمر يعني غلط ان هو كان مشي، لكن نادي الزمالك في اثنين كنت اتمنى اسامه فيصل يلعب، بس يلعب في ظروف احسن، ما يبقاش يعني ياخد، او حسام اشرف، يعني دول اثنين فروده مع الجزيري، يعني دول كانوا ممكن لازم ياخدوا فرصه، بس فرصه بهدوء على اساس دول لسه صغيرين. حسام فيصل من الفراوده المميزين حقيقي قوي اللي هيعوض هي مصطفى. لكن المشكله الماتش اللي فات بيلعب عشان يسجل هدف، لقيته بيرجع بيلعب خارج ال 18 وبيدافع، وانا عايز يجيب جون. فلازم العبه ولازم اقوله ولازم افهمه. دي مع الماتشات مع خبرته طبعا عشان لسه صغير، هتلاقيه هيعوض النقص بتاع مصطفى ان شاء الله، نقص التهديف يعني. ايوه وعندي لعيبه برضو بتسجل، يعني ساسي وبن شرقي وزيزو، يعني عندي ناس واوباما. فاتمنى ان هم يبقى في اهتمام للتهديف. امال المشكله فين؟ اذا كان في يعني ناس عندها قدره تهديفيه. المشكله في 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 ما فيش مشكله، هي المشكله في اضاعه الاهداف او التسرع بس. هي دي المشكله، في اضاءه، في اضاعه الاهداف، اضاعه الاهداف. هدف او الماتش مع الزمالك لازم يعني ايه يبقى اسرع من البدايه، يعني ما استناش الفرص اللي بتضيع السهله ديت، ولازم يبقى في تعاون مع بعض برضو. هي دي يعني ده خطط تدريبيه دي يا كابتن نصر؟ مش طبعا، ده شغل المدرب طبعا. شغل المدرب وشغل اللعيبه برضو، يعني اللعيبه برضو يعني المفروض تبقى عندها الاهتمام الاكبر انها ما يضيعش منها بناط، اذا كان في الدوري العام او في بطوله افريقيا، ما تبقاش الماتشات سهله كده الاهداف اللي بتضيع ديت. نتمنى التوفيق ان شاء الله ويعوضوا. طيب الكونفدراليه يا فندم، الكونفدراليه البطوله الثانيه بقى وضعنا فيها ايه؟ كويس، مفيش مشكله. يعني في فرصه يعني. في فرصه يعني، مصر لازم تبقى متصدره في البطولتين اصلا، يعني هنا او هنا. يعني مصر عندها لعيبه كويسه، عندها منتخب قوي، يعني عندها لعيبه كتير. فطبعا نتمنى ان احنا نبقى متقدمين بقى في البطولتين ان شاء الله. دي او دي يعني. واحنا محليا او افريقيا متقدمين بشكل عام طبعا. احنا المفروض احسن فرقه في افريقيا حقيقي. صحيح، واخد بالك. لكن هو ونتمنى طبعا المنتخب في الفتره الجايه، وعندنا منتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين، عندنا منتخبات ولعيبه كتير. والاحتراف دلوقتي بقى احسن من الاول بكتير، اللعيبه بتخرج بتيجي. خبرات طبعا. ومصر مصر كبيره بلعبتها وكورتها اصلا. طيب نرجع للدوري يا كابتن نصر.
بيراميدز فاز في اخر لقاء على المصري، وده كان اول فوز لبيراميدز على المصري من 9 لقاءات فاتت. والله حاله وضع بيراميدز ايه؟ صعب تحليل. صعب صعب، يعني ما كانش ده بيراميدز اللي من سنتين كان متصدر وبيلعب على البطولات وعنده مجموعه لعيبه مميزين. مش عارف ايه التفاوت في المستوى دوت. هو اكتر من فرقه كمان، بس انا بتكلم على بيراميدز ان دي كنا دايما بنقول انها في المثلث او في المربع الامامي او بتنافس مع الزمالك والاهلي، لكن ولاعيبتها كويسه، لاعيبتها مميزين وعنده يبقى من احسن لعيبه في مصر حقيقي. لكن مش عارف ايه التخبط اللي بيحصل فيه دلوقتي في بيراميدز. اتمنى انه طب ده تفسيره ايه يا كابتن؟ ده يعني مثلا اداره ولا تدريب ولا؟ انا بقول كل ده تاثيره النواحي الماديه حقيقي. بس بيراميدز فيه استقرار مادي يعني. التفاوت بمعنى التفاوت مع اللعيبه. التفاوت في الفلوس يعني. اما لعيب ياخد مبلغ كبير قوي ولعيب ياخد مبلغ قليل. انا بعتقد ان دي مشكله كبيره قوي في الانديه الكبيره او الانديه اللي بتنافس. خاصه ان اللعيب المصري مش مدرك ان في لعيب ممكن ياخد اكتر مني وانا ممكن اخد اقل منه، مشكله. فنتمنى ان دي الانديه كلها تتدرج الموضوع دوت على اساس يبقى مفيش تفاوت في المبالغ الماديه كبيره. يعني واحد مثلا ياخد له 30 مليون واحد ياخد له 5-6 او واحد ياخد له 10 مليون واحد 2.5 مليون. تفاوت كبير ما ينفعش واحنا بنلعب في فرقه واحده. فاتمنى طبعا المواضيع خاصه انه مفيش معيار لده يعني او مفيش قانون ينظم ده. مفيش حتى انا بديك الفلوس معلش يعني ما باخدش بيهم. ما باخدش بيهم. المفروض الانديه لما بتدي فلوس لحد لازم تاخد بيهم. لا اما تاخد نتائج، لا اما جهد، لا اما يعني اقول لك ايه ترتيب كويس، اداء كويس، يعني لازم اخد بيها. اللعيب ينتظم بيلعب كتير. لو اقل من مستواه لازم يتخصم منه. لو احنا زمان كنا بنعمل كده واحنا صغيرين واحنا قبل الاحتراف. كان في عقود عندنا مثلا 400 زمان 400 مثلا 300 250. اللي ما بيبقاش كويس قوي في 400 بينزل ل 300، ما بيبقاش كويس بينزل ل 200 حتى قبل الاحتراف. التفاوت محدود. مش الفارق الرهيب. لا الفارق الرهيب هيمنع هيعمل مشكله. اللعيب المصري لسه مش ما عندوش الفكر الاحترافي برضه ان دي حاجات عاديه زي بره. لا والانديه ما بتعوضش يعني انا لما بديك فلوس كتيره ملايين انا ما بقدرش اعوضها. ما ينفعش. ده لازم تبقى فيه حاجات تسويقيه، لازم يبقى فيه دعايه واعلان للعيب دوت على اساس برضه يعوضني الفلوس اللي انا بديها له. الموضوع ده منسي خالص في مصر حقيقي. واللعيب المصري بيبصوا لبعض. ايوه ده صحيح. لكن العائد في الاخر، العائد على النادي مش قد اللي مصروف. مش قد اللي مصروف زي ما حضرتك بتقول كده. طب البعض يا كابتن القى باللوم في مستوى بيراميدز ده على المدرب الارجنتيني وقال انه لابد من تغييره. لا بص، هيجي مدرب مش هم لعيبه كويسين مميزين. هو حتى لو اتغير هيحصل نفس المشكله. انا بقول لك التفاوت المادي بين اللعيبه وبعض بيسبب مشاكل. مش لازم اللعيب يقول لك ولا حاجه، بس بيبان في الملعب. بس ده تفسير غريب، يعني اول مره اسمعه من حضرتك. دي حقيقه في مصر. مش تفسير فني او تفسير، لا ده تفسير اداري. يعني النهارده لما اكون انا عندي لعيبه كويسه من احسن لعيبه في مصر وعندي مدرب كويس وعندي استقرار مادي، ايه اللي هيفرق في الاداء؟ ما هو المدرب لو مش كويس هيمشي خلاص، هيجي غيره هتلاقي برضه نفس المشكله. لكن لما بيبقى في استقرار اداري ومادي كله بيبقى مرتاح. هو ما بيعانيش من استقرار، من عدم الاستقرار. هو حضرتك اشرت بس لنقطه التفاوت في الرواتب. في الرواتب ما دي عدم استقرار مادي بين اللعيبه وبعضها. ده سوء قرار او سوء تخطيط يعني. بالظبط. يمكن كان الاول الفلوس كتيره كله بياخد زي بعضه. يعني الفلوس بقت مشكله دلوقتي. طبعا. بس احنا ما بنتعاملش معاه كويس في مصر حقيقي. احنا عايزين ناخد بس ناخد، مش عايزين ندي. ايوه ما ينفعش. ما ينفعش. النادي عنده التزامات، عنده مصاريف، عنده. ايوه. طيب احنا في الاسبوع ال 15 دلوقتي يا كابتن، المربع الذهبي فيه الزمالك والاهلي والمقصه والمصري. شايف المسابقه شكلها عامل ازاي؟
اتمنى طبعا ان المقاصه ترجع لاهداها والنادي المصري بس المنافسه هتبقى كويسه يعني الفتره اللي جايه على اساس الزمالك والاهلي زي ما انت شايف على طول مع بعض قريبين من بعض. المصري والمقص كان بقالهم فتره اتمنى طبعا عوده الروح ليهم بالنسبه للمقص. ممكن المصري يعوض امجاده القديمه في الثمانينات والتسعينات. اتمنى المصري والاسماعيلي والاسماعيلي اتمنى الفرقتين دول يعني من اكبر الفرق في مصر حقيقي. ايوه اللي بينقصهم ايه كابتن؟ المصري يمكن تحديدا. اللي بينقصهم برضه النواحي الماديه والنواحي الاداريه. مش عارف ما بقاش يعني المصري والاسماعيلي او الاسماعيلي ما بقاش الناحيه الاداريه عندهم زي زمان. مش عارف او الناحيه الماديه يمكن هم بيقدروا يوفروا النواحي الماديه لكن النواحي الاداريه بقت صعبه قوي. الضغط الجماهيري كمان على لعيبه الاسماعيلي عامل لهم مشكله. الاسماعيليه اصلها بلد صغيره وكلها عايشه للكوره. فاي تاثير في اي مباراه على طول يبقى في رد فعل قوي على الجهاز او اللاعبين. يمكن كنت اتمنى والله الاسماعيلي يلعب ماتشاته خارج المحافظه على اساس يستعيد لونه وبريقه بجد. الاسماعيلي من الفرق الممتعه والمصري ايضا. ايضا برضه المصري لما جمهوره كان بيضغط عليه كان بتبقى النتائج سلبيه. فاتمنى يبقى التشجيع ايجابي ونقف. بس دلوقتي ما فيش جماهير زي يعني التشجيع ما بقاش زي زمان دلوقتي. ما فيش حضور يعني اقصد مش كده. ما فيش حضور جوه الملعب بس هتلاقي خارج الملعب شنبلات صغيره. ايوه بورسعيد كلها عايشه للكوره حقيقي. والاسماعيلي بيعشقوا الكوره فالرد الفعل بيبان مع اللعيبه خاصه اللعيبه المتواجده على طول. صحيح. في المحافظات ما مش بعيده يعني. فبيبقى في تاثير برضو. بعدين عندهم ناس دايما بتنتمي للاعب بتنتمي للمدرب بتنتمي حاجات انتماءات كده مفروض لازم في الفتره دي الناس تنسى الموضوع ده بحيث ان النادي الاسماعيلي يبقى هو نمره واحد. اساسه اي حد يشتغل بقى فيه يدرب فيه يلعب فيه نشجعه برضو. النادي المصري كده. اتمنى عودة الاسماعيلي طبعا. طيب في تجارب اولى في الدوري المره دي او في المسابقه دي يا كابتن نصر زي سيراميكا. سيراميكا هي فرقه كويسه حقيقي بقى لها فتره بتحضر. يعني عندها قطاع ناشئين وعندها قطاع براعم بقى لها فتره مش هي طلعت السنه دي لكن هي بقى لها فتره عماله تحضر وبرده النواحي الماديه مساعدهم. يعني عندهم النواحي الماديه مميزه عندهم ستاف ناشئين ولاعيبه ومدربين على مستوى عالي. فاتمنى له ان هو طبعا يستقر وهيبقى كويس في الفترات الجايه مؤهل انه يعمل طفره في الدوري. ممكن ممكن ما يبقاش مهدد بالهبوط. بس في الفترة مش مشكله ده في حد ذاته انجاز يعني. انجاز طبعا في اول اول سنه لما تطلع الفرقه في الدوري الممتاز من فتره كبيره. بتبقى في مشاكل طبعا عمليه الخبره. عمليه الرؤيه كنادي لسه جديد فبتبقى المستوى بيبقى اقل. بعد كده المستوى بيتحسن. وممكن تلاقيه طفره. تلاقيه لاعب ماتشين ثلاثه كسبهم تلاقيه صعد لفوق. طيب البنك الاهلي نفس الكلام برضه. البنك الاهلي نفس الشيء. بس هو سيراميكا مجهز بقاله كذا سنه. اتمنى طبعا البنك الاهلي مع الكابتن خالد جلال والكابتن امير عزمي هم كسبوا الماتش اللي فات نتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله. والجونه الجونه دي اللي يعني شويه فوق وشويه تحت يعني ملهاش وسط حقيقي يعني. شويه تأدي اداء كويس وتبقى مميزه اذا كانت بتلعب ضد الاهلي او الزمالك وتقدم مباريات كويسه وبعدين شويه تلاقيها بتخسر ماتشات ملهاش لازمه. لكن هي من الفرق الكويسه ومعاها مدرب كويس. سموحه مع الاتحاد. سموحه الله يكون طبعا في الاتحاد. وسموحه سموحه والاتحاد. يعني الاتحاد كان ماشي في الاول كويس وبعدين ابتدت النتائج تقل مع حسام ابتدت الاسبوعين اللي فاتوا يتحسن شويه النتائج. واتمنى طبعا الاتحاد كان بقاله كذا سنه ماشي كويس وبيأدي كويس نتمنى له التوفيق بقى في الفتره اللي جايه دي. طيب في ثلاثه في المؤخره كابتن نصر الانتاج الحربي والاسماعيلي ووادي دجله يعني متوقع تزايل الترتيب بهذا الشكل؟ لا خاصه النادي زي الاسماعيلي مثلا. النادي الاسماعيلي يعني انا هو عايز تكاتف ان شاء الله هيعدي من
من الفتره دي ان شاء الله. والانتاج الحربي مستغرب، الانتاج الحربي بقى له 3 سنين مع كابتن مختار كان ماشي كويس قوي وبيلعب بيأدي نتائج كويسه، مش عارف عمليه تغيير برضو اثرت عليه. على العموم كابتن نصر احنا بنشكر حضرتك جدا، كابتن نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، شكرا على هذا التحليل والمعلومات والنافذه اللي فتح لها على المسابقات هذا الاسبوع لكره القدم، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه وطبعا الدوري المصري. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك وصباح الخير. نشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام ونلقاكم ان شاء الله في الغد باذن الله وقبل ساعتين من الان، وحلقه جديده من صباحنا مصري، ودايما ان شاء الله صباحنا مصري. الى اللقاء.